طيب نستأنف الآن بالنسبة عرفنا ايش هي الفاريبلز. الفاريبلز زي ما حكينا انه متغير من اسمه، انه انت عندك اتريبيوت معين بياخذ قيم متغيرة، فعشان هيك اسمه فاريبل. زي الايج، زي مثلا حكينا انه الايج تبع الكاستمر، انه انت في عندك كاستمر عمره 17، كاستمر ثاني 23، كاستمر رابع 27. فبغض النظر عن القيم، ما دام انه القيم انه هي بتختلف، معنى ذلك انه هذا عبارة عن متغير. الآن المتغير انه انت بتحتاج انه انت تعمل له قياس، والقياس هذا بده سكيل، بده مسطرة. تمام؟ شو معنات هذا الكلام؟ هجيت الكلام هذا معناته انه انت في عندك على سبيل المثال النومينال سكيل. النومينال سكيل احنا اخذنا انه انواع المتغيرات، انا عندي بشكل مبسط حكينا انه discrete و continuous. لا احنا لا بدنا نفصل هنا، بدنا نفصل اكثر. ايش النومينال سكيل؟ النومينال سكيل انه انت عندك ان اوردرد سيت اوف كاتيجوريز، ان اوردرد سيت اوف كاتيجوريز، لانه الاوردينال هو عباره عن اوردر سيت اوف كاتيجوريز. تمام؟ يعني على سبيل المثال، يعني ممكن اضرب لك مثال هنا. المثال هذا على سبيل المثال الكلر، انت في عندك اتريبيوت اسمه كلر او فاريبل اسمه كلر، ممكن يكون ريد، ممكن يكون اورانج، ممكن يكون بلو. هل الترتيب، هل الاوردر، هذه كلها كاتيجوري. فئة الاحمر، فئة الاصفر، فئة الازرق، هذه كلها فئات كاتيجوريز. هل الفئة الترتيب له معنى؟ هل الاحمر قبل الاصفر؟ هل الاخضر قبل الازرق؟ ملوش معنى. فبالتالي انه هذا النومينال سكيل. تمام؟ فبالتالي ان اوردرد سيت اوف كاتيجوريز. خليني اعمل لك اياها بولد بهذا الشكل. تمام؟ وهنا الاوردينال هو عباره عن اوردر سيت اوف كاتيجوريز. هنا بيكون الترتيب في له معنى. يعني على سبيل المثال ممكن انا اضرب لك مثال. بالضبط، يعني مثلا على سبيل المثال جريد، يعني الجريد انت عندك، خلينا نكتبه نفس السطر، انت عندك اكسلنت، فيري جود. هنا الترتيب له معنى. هنا الفيري جود ترتيبها بعد الاكسلنت. تمام؟ والجود ترتيبها بعد الفيري جود، وهكذا. فبالتالي الاوردر هنا في له معنى. هذه مهم جدا انت عندك في الاحصاء، عشان انه انت بدك تقول انه والله اذا الجريد تبع الستودنت هذا اكبر من الجريد تبع الستودنت هذا، لازم يكون في اوردر. كيف بدك تعرف انه هذا اكبر من هذا؟ اذا كان هذا كان فيري جود والثاني كان جود، فبالتالي انه الفيري جود اكبر من الجود، لانه الاوردر تبعها، الترتيب تبعها بهذا الشكل. تمام؟ الى اخره. زي ايش كمان مثال ثاني؟ تمبريتشر. تمام؟ وزي كمان الفريكوانسي على سبيل المثال. زي ايش؟ الوزن، الوزن انه هيفي وشغلات زي هيك، او الطول، طويل قصير شو اسمه، ممكن يكون زي هيك. او الفريكوانسي، الفريكوانسي انا بقصد فيه مثلا على سبيل المثال انه يعني مثلا في السيرفي او في البيانات اللي موجوده انت عندك، انه مثلا في عندك اتريبيوت انه انت بالعاده بتاخذ بريكفاست، ومحطوط انت عندك الفئات نيفر. تمام؟ سام تايمز ويوجوالي. تمام؟ فبالتالي انه انت عندك هذه درجات للفريكوانسي، انه انت مثلا بتفطر نيفر ولا مره، بتفطرش انت بالمره. سام تايمز انه مرات بتفطر، مرات بتفطرش. يوجوالي انه انت بتفطر عاده. Every day انه انت كل يوم انه انت بتفطر. فبالتالي الفريكوانسي هنا زي مثلا على سبيل المثال انه usually
او مثلا every day sometimes never مثلا. فبالتالي هاي الاوردر في لها معنى. الانترفال سكيل، الانترفال سكيل هي عبارة عن ordered series of equal sized categories. خليني أضرب لك مثال عليها، بديش أنا أشرح بشكل نظري بشكل كتير كبير، خليني أضرب لك مثال عليها، والمثال عليها هو إنه على سبيل المثال الايج، انت لو قسمته لفئات فانت بتقول انه الانترفالز انت عندك من 15 ل 20، من 20 طبعا انت عندك فترة مفتوحة ومغلقة يعني، او ممكن انه انت تعملها بالاسلوب هذا، انه انت عندك من 16 ل او عفوا من 21 لل 25، تمام؟ حاجات خلي هذه نعملها 16 عشان تكون انه ايكوال سايزد زي ما احنا اتفقنا، عشان لانه ال 15 حتكون في الفئه اللي قبليها يعني، اذا انت كنت حاطها في فئه. فهنا 21 ل 25، تمام؟ فبالتالي هذه اوردرد في نفس الوقت، ونفس الوقت انه ايكوال سايزد. ممكن انه الفتره تبعتك تكون 10 سنوات، من 20 ل 30، هذه فئة أعمار، من 30 ل 40، من 40 ل 50. أنا الفئة اللي عندي هنا عبارة عن خمسات، فبالتالي هنا 26 ل 30 وهكذا، تمام؟ فهذه عبارة عن interval scale. آخر واحدة هي عبارة عن ratio. فالratio هنا تعني انه انت فعلا حولت المتغير عبارة عن نسبة مئوية، والريشيو الزيرو فيه بتمثل انه انت عندك انه none of variable، تمام؟ والواحد بتمثل انه اعلى قيمة انت عندك في الفاريبل. يعني على سبيل المثال انه انت درجة الحرارة ممكن انه انت تحولها لريشيو، درجة الحرارة ممكن انه انت تحولها لريشيو، تمام؟ كيف؟ والرطوبة هي أصلاً عبارة عن نسبة مئوية من الأساس يعني، بس أنا الفكرة في الموضوع هنا إنه يعني ممكن إنه هذه الكلام إنه يزبط مع الـ normalized attribute. والمقصود هنا بالـ normalized attribute انه انت على سبيل المثال لنفترض انه انا في عندي تو اتريبيوتس، اتريبيوت الايج واتريبيوت الانكم. قديش اتريبيوت الايج؟ قديش الماكسيموم تبعه؟ قديش اقول المينيموم؟ ماشي اوكي، المينيموم ممكن يكون زيرو، معروف انه زيرو. والماكسيموم تبع الايج قديش؟ 70 60، تمام؟ متوسط الأعمار، متوسط أعمار أمتي من 70 ل 60، هاي 65، تمام؟ ناخذ المتوسط أوكي. والإنكم طبعا، الإنكم هنا عادة إنه بياخذوا الدخل السنوي، فبالتالي إنه أنا بدك تفترض إنه مثلا يعني أكثر يعني أقل واحد قديش ممكن ياخذ؟ ما انا بدي يعني انا اوكي، انا بدي احكي انه هو يعني انا بدي اورجيكي انه قديش اختلاف السكيل انا عندي في الانكم. فانا ماشي اوكي، اخذت في الايج، انا عندي متوسط الاعمار، متوسط فترة العمر يعني للبشر، تمام؟ الانكم برضه بدي اخذ متوسط الانكم. فقديش المتوسط؟ خلينا نقول بالمتوسط كل واحد يعني، او يعني بالمتوسط انه ممكن ياخذ من 300 ل 400 دولار، يعني اغلب الفئات او اغلب الرواتب زي هيك، تمام؟ 3 في 4، 3 في 12، 36.
واضح الفرق في السكيل انا عندي بين الايج والانكم. هجيت انت عندك بعض الخوارزميات بتكون حساسه للانبوت، لانه الخوارزميات هي بتعمل في الداخل يعني مجموعه من عمليات الضرب والجمع والقسمه. فبالتالي انت لما بتضرب في ارقام لتاخذ الاتريبيوت تبع الايج وتاخذ الاتريبيوت تبع الانكم، النواتج اللي بتطلع عندك من الانكم ممكن تطغى على النواتج تبعت الايج، مع انه ممكن يكون الايج اهم. فبالتالي الحل انه انت ايش تعمل؟ نورمالايز. في النورمالايز هنا انت بتحوله لريشيو، فبالتالي الريشيو انت عندك ايش بتاخد؟ تاخد يعني على حسب المينيموم والماكسيموم. فبالتالي ال 65 هذه حتتحول لريشيو ممكن تصير انت عندك 0.6، تمام؟ وال 36000 ممكن انه انت تتحول ل كيف؟ لا لا لا، برضه من القيمة من صفر لواحد ريشيو كنسبة مئوية، تمام؟ 0.36 مثلا او بوينت، بديش يعني بديش اقول انه هي 36، مش بالضرورة أن تكون زي هيك، يعني ممكن اقول لك انه 33 مثلا، تمام؟ فبالتالي انه الفكرة في الموضوع انه انت تحولت انت عندك المتغيرات هذه لريشيو سكيل، والريشيو سكيل بيكون بناء على معادلة، يعني كيف انه انت تحول اي قيمة لريشيو بناء على المين والماكس. ايش المعادلة تبعها؟ يعني نفترض واحد عمره 17، البوبيوليشن انا عندي اقل عمر فيها 5 واعلى عمر قديش؟ خلينا نقول 70. كيف بدك تجيب ال 17 كريشيو؟ كيف؟ انت يعني انت عندك على سبيل المثال كيف انه انت ممكن انه انت تحول، يعني انت خلينا اعطي لك المعطيات، يعني انت عندك الجيفن انه الايج 17، تمام؟ الماكس تبع الايج اتفقنا انه 70، والمين انا عندي في البوبيليشن تبعتي خلينا نقول انه اصغر كاستمر انا عندي ممكن يسجل على المنصة مسموح له انه يفترض انه يكون عمره 13، خلينا نقول انه 13، تمام؟ فكيف انه انت بدك تحول الايج انت عندك لريشيو 17؟ هذه كيف بدك تحولها لريشيو 17؟ على 17 ناقص المن، تمام؟ خليني احط لك اياها زي هيك، يعني مش حجيب لك الناتج، على الماكس ناقص المن. بس كل واحد في فئته. ايش يعني كل واحد في فئته؟ الماكس والمن للايج، اه طبعا ما ينفعش انه تاخذ الماكس والمن للسالري. فهي انه انت كيف ممكن انه انت تجيب ريشيو للفاريبلز تبعك. فبالتالي انه هي مقياس ثاني انت عندك للمتغيرات، انه انت ممكن تتعامل معها كريشيو، والفائده تبعتها زي ما حكيت لك انه في عندك بعض الخوارزميات في الماشين ليرنينج بتكون حساسه للانبوت، انه للسكيل تبع الانبوت، فبالتالي احنا بنحولهم لنفس السكيل. واحده من الطرق انه انت بتحولهم لريشيو سكيل، كيف بتحولهم لريشيو سكيل؟ تعملهم نورماليزيشن. ممكن نلجأ لاستخدام اللوغاريتم الطبيعي، انما الترانسفورميشن اذا كانت لوج سكيل. اه بالضبط، موجود صحيح، يعني انه انت في عندك بعض البيانات نورماليزيشن لكل الفاريبلز، بس هذه ممكن انه انت مثلا عشان انه انت تشوف الفرق ممكن انه انت تستخدم اللوج سكيل. في عده طرق للنورماليزيشن، بس الفكره في الموضوع انه شو معنات ريشيو سكيل؟ انه انت عندك البيانات انه انت بتحولها لنسبه مئويه بتكون عباره عن رقم عشري الرينج تبعه من صفر لواحد. كيف بدك تعمل تحويل لريشيو؟ في عده طرق، احداها اللي هي المين ماكس نورماليزيشن، لانه هي المعادله هذه تبعتها بناء على على المين ماكس. مين رفع ايده هنا؟ تمام، طيب نيجي للكوريليشن. كوريليشن هو عبارة عن دراسة علاقة
بين متغيرين. اثنين، هل في علاقة بين المتغير هذا والمتغير هذا؟ كيف بده ان انت تحدد او تعمل ديسكرايب لهذه العلاقة؟ فهو يعتبر من الديسكريبتيف ستاتستيك من خلال الكوريليشن. تمام؟ طبعا عشان اضيف لك اياها كمعلومة، انه انت عندك الكوريليشن كوفيشنت معامل الارتباط. انت عندك كوريليشن معناها ارتباط، هل في ارتباط بين هذا المتغير وهذا المتغير؟ كيف بدك تقيسه؟ بدك تقيسه بمقياس اسمه الكوريليشن كوفيشنت. الرينج تبعه عندك فترة مغلقة من ماينس واحد لواحد. تمام؟ ماينس واحد شو بتعني؟ نيجاتيف كوريليشن. شو معنى نيجاتيف كوريليشن؟ علاقة عكسية. كل ما يزيد متغير، إذا زاد المتغير الأول المتغير الثاني بينقص، والعكس صحيح. تمام؟ هذه النيجاتيف. البوزيتيف بلس واحد بوزيتيف كوريليشن. شو معناته؟ علاقة طردية، هذا بيزيد هذا بيزيد معه، هذا بيزيد هذا بيزيد معه. تمام؟ مش بنفس القيمة أكيد بالطبع يعني، بس إنه في سكيل معين إنه بتكون الزيادة. بس واحد ثاني نفس القيمة. كيف؟ بس واحد ثاني نفس القيمة. صحيح. صحيح، عشان هيك أنت الكوريليشن بتلاقيه مثلا 0.93 0.7 0.8. تمام؟ معنى ذلك إنه أنت في عندك كوريليشن بدرجة معينة. واحد معناها إنه كأنه أنت بتقيس العلاقة بين المتغير ونفسه. تمام؟ فبالتالي انه بيكون يعني العلاقه انه موجب 1. هكذا بالنسبه للكوريليشن هذه مش حتلاقيها لا ماينس 1 ولا 1، ممكن تلاقيها ماينس 93 ماينس 7 ماينس 3. معنى ذلك انه في علاقه ارتباط عكسيه ولكن بدرجه ماينس 3. تلاقيها مثلا 0.65، في علاقه تزايديه بدرجه انه الريشيو تبعتها 65. لما يكون صفر انت عندك معنى ذلك انه نو ريليشن، ما فيش علاقه بين المتغيرين، هدول المتغيرين ما لهم مش علاقه مع بعض بالمره. تمام؟ هل في علاقه بين صحيان بدري والاكاديميك بيرفورمانس؟ علاقه عكسيه. كيف؟ بس هو الانتشار اللي عندك الدكتور هنا بيعطي علاقة عكسية تقريبا يعني، بس شو مش فاهم لكن لا عكسية بين ايش؟ هنا تطلع على الاكس اكسس وقت النهوض. تمام؟ وقت النهوض الساعة 7 صباحا معنى ذلك البرفورمانس عالي. تأخرت في النهوض معنى ذلك انه البرفورمانس بقل. تمام؟ فهيك انت عندك العلاقة عكسية، انت عندك البيانات سكترت، اي نعم، ولكن انه واضح جدا انه انت عندك انه اتجاه انتشار البيانات انه كورليشن نيجاتيف. بالضبط، حيكون نيجاتيف، مثلا ممكن يكون نيجاتيف ماينس 8 ماينس 83، يعني شغلة زي هيك. تمام؟ كيف جبت هذا الكلام؟ من البيانات، انت عملت بلوت من هذا الكلام انه انت عندك الويك اب تايم هذا الساعه 11 الساعه 9 الساعه 12 وهكذا. تمام؟ وسجلت هنا الاكاديميك بيرفورمانس كسكور، يعني اكاديميك بيرفورمانس ممكن انه هو يتسجل كعلامه نشاط حضور كل هاي الاشياء انه بهذا الشكل. طيب الاكسبيرمنت انه انت بدك تختبر انه العلاقه بين متغيرين، هل في تاثير على المتغير هذا والمتغير هذا؟ فبدك انه انت تختبره في تجربه معينه. يعني على سبيل المثال انه انت بدك تعتبر واحد احد المتغيرات اندبندنت والمتغير الثاني ديبندنت، انه بيتبع له، وبدك تدرس العلاقه بينهم. تمام؟ معنى ذلك اذا احنا اسقطنا الكلام هذا على هذا المثال، انت بتعتبر انه الأكاديميك بيرفورمانس هو عبارة عن متغير ديبندنت على وقت النهوض. نعم.
وقت النهوض هذا عندي منك، انت بتقول انا مستقل انا حر بصحى وقت ما بدي. مين اللي بتأثر؟ المتغير الثاني اللي هو الاكاديميك بيرفورمانس. نعم تمام، واضح هنا ولا اكبر؟ طيب طبعا هذا كلام انه انت ممكن ايش تسويه، انه انت مثلا بدك يعني على سبيل المثال تاخذ عينه من الطلاب وتدرسهم بالطريقه A وعينه ثانيه من الطلاب تدرسهم بالطريقه B وتقول مين افضل في التدريس، طريقه A ولا B، مين اللي بحكم في الموضوع؟ الاكاديميك بيرفورمانس، هي العلامات تبعتهم، هي السامبل تبع العلامات تبعتهم. تمام، فبالتالي انت بتروح تاخذ ديسكريبتيف ستاتستيك للسامبل A والسامبل B اللي هم تم تدريسهم بالطريقه A وتم تدريسهم بالطريقه B. فواضح جدا انه انت عندك هنا 76 كافريج وهنا 71، فبالتالي يعني بتقدر انه انت تحكم اي طريقه افضل من الطريقه الثانيه. تمام، طيب هيك انت ممكن تفرض فرضيات عدة، وبنرجع هنا لاختبار الفرضيات. هل في فرق بين البنات والأولاد في التحصيل العلمي؟ تمام، هم الأكاديميك بيرفورمانس تبعهم انه افضل. أنا ببحثش على مبررات، بقولش إن هم أحسن ليش؟ عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، وعشان أغطي القصور اللي موجود عندي. شوف انت يعني انت بدك تحدد المتغيرات تبعتك، تمام، بدك تحدد السكوب. هجيت السكوب السؤال الكويشن، انا ما دخلتش موضوع عدد ساعات الدراسه، انا دخلت انه الجندر في الموضوع. تمام، هل الجندر له علاقه مثلا في الاكاديميك بيرفورمانس؟ مش بالضروره يكون اكاديميك بيرفورمانس، هل ممكن يكون الاستجابه مثلا لدواء معين؟ هل في فرق بين استجابه الميل والبويز والجيرلز مثلا، الاولاد والبنات، هل في اختلاف في الاستجابه لمثلا المضادات الحيويه؟ هي السؤال. فانت ما بتربطش الموضوع انه لا انه في متغير ثاني، وانه انت تحاول تبرر انه لا ليش الاولاد انه شو اسمه. حكيت انه بعد ما انه يكون في انت عندك اوكي في اختلاف، الفرضيه تبعتك بتقول انه في اختلاف، طب شو اسباب الاختلاف؟ هذا موضوع ثاني، هذا موضوع تاني تبحث فيه. تمام، لكن انه انت يعني مثال على الفرضيات انه هل في فرق، فبالتالي انت السبجكت تبعك الفرضيه الاكسبيرمنت تبعتك هو الجندر. تمام، ممكن يكون في عندك سبجكت تاني اللي هو التايم. ايش التايم؟ بتقول هنا بيفور وافتر. يعني مثلا هل على سبيل المثال انه بيفور ثيرابي، قبل المعالجه وبعد المعالجه، هل في فرق انه انت عندك للارقام او السكورز هذه؟ هذه ممكن انه هي تمثل على سبيل المثال انه درجه التوتر، او مثلا درجه اي مقياس معين يعني، فانت بتقيسها انه قبل وبتقيسها بعد، فانت بتقدر تقول انه والله المعالجه جابت نتيجه. كيف بدك تحدد انه المعالجه جابت نتيجه؟ بدك انه انت تشوف القياسات قبل المعالجه والقياسات بعد المعالجه. تمام، وتقدر انه انت تشوف ال ال كيف يعني معكوسه. هذا مش اكاديميك بيرفورمانس، مش اكاديميك بيرفورمانس، لا مش محطوط انه ايش ال يعني شو طبيعه البيانات هذه، بس الفكره في الموضوع انه هنا انت عندك بيانات قد تكون انه هي بتمثل اي حاجه،
تمام، ما حددهاش ايش هي، سكورز، بغض النظر شو السكورز هذه. فانت بدك تشوف انه قبل المعالجه وبعد المعالجه، يعني ممكن السكور هذا يكون درجه السكر في الدم مثلا، او درجه التوتر، او بالضبط. طيب مفهوم البيانات احنا عندنا يعني هي الميجرمنتس اللي انت بتقيسها بشكل فعلي. لاحظ انه هنا استخدم مصطلح الميجرمنتس، تمام. الميجرمنتس البيانات هي عبارة عن ميجرمنتس، انه انت بيانات حقيقية، انه انت قياسات دقيقة انه انت جبتها. يعني على سبيل المثال انه انت عندك مثلا الاعمار في البوبيليشن تبعتك كلها، انه انت جايبها بشكل دقيق بسبب انه انت عندك سجل السكان، عندك تاريخ الميلاد، وبتقدر انه انت تجيب العمر. او مثلا على سبيل المثال طلاب الجامعه، بتقدر انه انت تجيب القياسات تبعتهم، لانه فعلا انت عندك مسجل لكل طالب قديش المعدل التراكمي، وقديش العلامه لكل ماده، وقديش العمر تبعه. فهذه عباره عن ميجرمنتس، فهذه هي عباره عن الميجرمنتس الحقيقيه اللي موجوده انت عندك في الريسيرش ستادي، وهي بتمثل البيانات. تمام، تقريبا هيك بنكون خلصنا أول سلايد عنا في الاستاتستيك. في المحاضرة الجاية إن شاء الله بدنا نحاول إنه إحنا حتنزل محاضرة تانية، بدنا نحاول نخلص الفريكوانسي والمقاييس النزعة المركزية عشان نطبق عملي. يعني حنحمل مجموعة من البيانات ونحاول إنه إحنا نقيم، يعني نحسب الفريكوانسي لإلها، تمام، وكذلك نحسب مقاييس النزعة المركزية، نشوف مراكز البيانات إحنا عندي في المحاضرة الجاية إن شاء الله.